السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله زي ما وعدتكم واتسألت كتير جدا 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 على المنتج اللي هعمل عنه ريفيو النهارده، ومش عايزه اقول لكم ان المنتج كان موجود عندي من زمان. وانا الحقيقه مش عارفه، ساعات كده بتحصل حاجات الحقيقه غريبه، الواحد بيتعطل على انه يعمل حاجه وهي اوريدي موجوده عنده، وانا اوريدي ان انا جربتها وجبتها. سألت كتير قوي 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 اكتر مما تتخيلوا عن المنتج ده. ستارفيل جديد، غسول البشرة، البشرة الدهنية والبشرة المختلطة بزيت شجرة الشاي، الاصدار الجديد. طبعا احنا كنا عملنا قبل كده ريفيو عن الاصدار القديم بتاعه اللي هو كان الابيض، و الحقيقة يعني الحمد لله الفيديو عمل صدى وجالي عليه أسئلة كتير جدا، ومن ضمن أكتر الأسئلة في الفترة الأخيرة: طيب إيه رأيك في المنتج الجديد؟ طيب المنتج الجديد، طبعا الحقيقة أنا كنت قلت رأيي في المنتج القديم وخلاص الفيديو راح لحاله. المنتج الجديد أنا جبته جربته، طبعا عارفين ان انا بشرتي دهنية حساسة، بتبقى دهنية جدا في الصيف، بتبقى دهنية او مختلطة في الشتاء. يعني الحقيقة اللي انا جبته جربته فترة كبيرة، يعني كان جزء منها في الصيف وكملت فيه، يعني كملت بيه في دخول الخريف او الشتاء، يعني يعتبر استخدمته في الصيف واستخدمته برضو في دخول الشتاء. اولا سعره كام؟ سعره 85 جنيه، تمام. كم ملي؟ هقول لكم بالظبط كم ملي. بسم الله الرحمن الرحيم. 200 ملي، كبير حلو. ايه الفرق ما بينه وبين الاصدار القديم؟ لا، في فرق كبير جدا في كل حاجه. اولا الاصدار القديم كان تقيل قوي وكان بيلزق في الوش، فكان بيعمل مشاكل، ريحته ما كانتش مستحبه، ما كنتش حباه. ده زيادة عليه اللي هو التي تري اويل اللي هو زيت شجرة الشاي، وده معروف ان هو مضاد للبكتيريا ومن الحاجات الكويسة جدا لو انت بشرتك دهنية فيها حبوب، او انت بشرتك عموما فيها اي مشاكل، فهو من الحاجات الممتازة جدا. الفورميلا بتاعته كمان مش تقيلة ومش خفيفة، يعني هي تقيلة السنة، يعني سيكا مش قوي يعني، بس كويسة. الريحة بتاعتها حلوة قوي مستحبة. القوام بتاع الجل نفسه ممتاز الحقيقة. نيجي بقى للإفكت نفسه على الوش، هو مناسب لإيه؟ مناسب لو انت بشرتك مختلطة مايلة طبعا الدهنية، او بشرتك دهنية لو بشرتك فيها حبوب، لو بشرتك فيها مسام، لو انت من الناس اللي بتعاني زي ان هي مهما غسلت وشها بتحس ان وشها برضو مش نظيف 100%، فهو برضو للفئة دي، للناس اللي بتحب ان وشها يبقى نظيف، اصحاب البشرة الدهنية اللي هم بيعانوا دايما، كويس جدا للحبوب. بس خلينا نقول برضو على نقطة، عموما في اي غسول انت هتستخدميه للبشرة الدهنية او البشرة المختلطة، اول ما بتستخدميه بيطلع لك الحبوب اللي تحت الجلد اللي هي بتبقى جوه الترسبات اللي جوه المسام بتطلع، دي ما فيش منها مشكلة، ما تقلقيش منها، لان اوريدي انت بتخرجي السموم اللي جوه البشرة بتخرج بره، فهي هتخرج بره على هيئة ايه؟ لازم تخرج على هيئة حبوب. بعد كده يعني ما هنقول من يومين لاربع خمس ايام ماكسيمم قوي، يعني هتبتدي ان هي تطفي تاني وخلاص، وهتبتدي ان هي تختفي. طيب انا بستخدمه ازاي؟ ده انا استخدمته ازاي؟ انا استخدمته ان انا اولا لازم تحطيه على بشرة مبلولة، ما ينفعش ان انت تحطيه وبشرتك تكون جافة. ليه؟ لانك لو حطيتيه وبشرتك جافة هيلزق في الوش وهيعمل لك مشاكل وهترجعي تقولي طلع لي حبوب. لا، لازم بشرتك تكوني بلاها كويس قوي مية، وهتيجي بعد كده ترغي بيه لو انت بتستخدميه بايديكي، فهترغي كويس قوي، وتكون ايديكي قبل ما تحطي الغسول على ايديكي تكوني غسلاها كويس جدا جدا جدا، وهتبتدي ان انت تعمليه على هيئه رغوه، وتبتدي ان انت ترغي بيه على وشك وتسيبيه شويه على وشك. ليه بتسيبيه شويه على وشك؟ علشان مفعول الغسول يبتدي ان هو يتفاعل مع الحبوب اللي موجوده في وشك، المسام، الدهون، كل الحاجات دي، يبتدي ان هو يعقم البشره، يبتدي هو ينظف البشره، يدخل جوه المسام فيسحب منها الترسبات والحاجات اللي موجوده جوه المسام، لو في حبايه يبتدي ان هو يتعامل مع البكتيريا اللي موجوده في الحبايه فيبتدي ان هو يقضي عليها.
زيت شجرة الشاي من الحاجات الجميلة جدا. لو حسيتي ان انتي في سنة حرقان او بشرتك يعني سوري عايزة تهرشي فيها شوية وانتي حاطة، ما تقلقيش، لان هو كده بيتفاعل فعلا مع البكتيريا اوريدي اللي موجودة في وشك. تمام. بعد كده ده لو انتي عايزة يعني تستخدميه بايدك. لو انتي عندك فرشة اللي هي الفرش المخصصة للمسام او للبشرة، وهتكلم برضو عن انواع الفرش دي، وهكلمكم ازاي تنظفي بشرتك لو انت بشرتك دهنية او لو انت بشرتك فيها مسام، فازاي تقدري ان انت تخلي الغسول يتغلغل جوه المسام عشان يجيب لك الاوساخ اللي بره المسام دي تطرديها بره البشرة قبل ما تعمل لك اي نوع من انواع الحبوب. فبرضو انت ممكن تحطيها على الفرشة وتبتدي ان انت تشتغلي تعملي الحركات الدائرية تدخليه جوه المسام وتنظفي كويس قوي. بس اخر حاجة لازم تعمليها ان انت اولا تغسلي وشك كويس جدا، تغسلي وشك وتتأكدي ان مفيش نقطة رغوة او نقطة غسول بتنزل من وشك، لان دي خطوة مهمة جدا جدا جدا. يبقى عندك خطوتين مهمين، اول حاجة تبلي وشك، تاني حاجة ايديك تكون نظيفة، تالت حاجة ان انت تشطفي الغسول من على وشك. يعني تقدري تحطي في مية، دي ما اظن دي خطوة ما فيهاش اي مشكلة خالص، بس احنا مشكلتنا ان احنا بنقوم غاسلين وشنا مرة وخلاص وخلصت على كده. ده غلط يا جماعة، ده غلط غلط غلط. بنرجع بنقول في حرقان في وشنا، وشنا التهب، وشنا شد، لان برضو شجرة الشاي هو كمان في زيت ليمون على فكرة من ضمن المكونات اللي موجودة في المنتج، لان المنتج فيه زيت شجرة الشاي وفي زيت الليمون وفي الاحماض وفي بنسينول، يعني يعتبر مرطب بس هو خفيف طبعا. فطبعا الحاجات دي برضو تقيلة شوية على البشرة، لو سبتيها وما شطفتهاش كويس ممكن تعمل لك جفاف، ممكن تعمل لك حكة في بشرتك حتى لو انت بشرتك دهنية او حتى لو انت بشرتك برضو مختلطة. فنخلي بالنا من الحاجات دي قوي، لان الحاجات دي ممكن تكون حاجات صغيرة بس بتفرق، يعني تركاته صغيرة بتفرق جامد. تمام. حجمه زي ما قلت لكم كبير. انا بقول ان هو بصراحة ستارفيل تفادت كل الاخطاء اللي كانت موجودة في الاصدار الاول، تفادته في الاصدار ده. سعره حلو قوي 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 في متناول الجميع، سعره 85 جنيه، فده سعر كويس جدا ومناسب جدا 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 لمعظمنا. مفيش غسولة اقل من كده. ده بلس ان هو يعني عايزه اقول لكم ان هو تقريبا كل شهرين او كل 3 شهور هتلاقوا عليه عروض في الصيدليات، عروض يا اما يعني واحد عليه واحد، يا اما عروض واحد وعليه حاجات تانية من ستار فيل هدية. فده على طول ممكن لو انت عايزه تجربيه ممكن تشتركي مثلا انت واختك، انت وصاحبتك، انت وحد تاني وتجيبيه. لو انت جبتيه وجربتيه اوريدي ولقيتيه كويس يعني وانت حباه وتستخدميه، ممكن تستغلي فتره العروض دي اللي انت تجيبي لك مثلا بدل ما تشتري مثلا 2 تشتري، لا ممكن تشتري بثمن الاثنين دول تشتري ثمن 4 وتخليه عندك. دي حاجات بتبقى كويسه. انا بعمل كده بصراحه، انتوا عارفين ده دايما بعمل كده لما تبقى في حاجات انا اوريدي بحبها وبحب ان انا استخدمها كتير بجيبها في العروض. وفيها في عروض يعني قريب ان شاء الله، هم ما بيسيبوش بصراحه يعني فرصه اللي ما ينزل فيها عروض، فهتلاقي عروض قريب في عيد الام ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين جميعا. فهتلاقي عروض في عيد الام، هتلاقي عروض في العيد كمان الصغير، فحاولوا تجيبوا وتجربوا، حلو قوي 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 يعني فوق ما تتخيلوا. انا فعلا يعني حبيته قوي، ممتاز ممتاز ممتاز. ده النهارده كان الريفيو باختصار لكل اللي سألتني على ستارفيل الاخضر. ممتاز، بقول لك جيبيه وجربيه بس استخدميه زي ما قلت لك. يا رب الفيديو يكون عجبكم والريفيو يكون عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في ريفيو تاني على خير. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. بحبكم كتير. باي باي.